لسورة الفاتحة أسماء، منها الفاتحة، أي افتتح كتاب الله بها خطا، وتفتتح الصلاة بها، ويقال لها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، ويقال لها الشفاء، ويقال لها الرقية، ويقال لها الكافية، وغيرها من الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أي الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه. تقول أشكر فلان ولا تقول أحمد فلان، ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، والرب هو المالك المتصرف، ولا يستعمل الرب لغير الله سبحانه وتعالى، بل بالإضافة تقول رب الدار، رب الأسرة، وهكذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، أي كل مخلوقاته سبحانه وتعالى تسمى عالم. والحمد لله رب العالمين، أي الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، قالوا الرحمن تعم لجميع الخلق، والرحيم هو خاص بالمؤمنين، وقيل الرحمن أعم من الرحيم، وقيل جاء بالرحمن الذي لم يتسمى غيره به، وعطف على الرحيم الذي تسمى غيره به. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، مالك من الملك، أي لا يملك أحد في ذلك اليوم شيئا كملكهم في الدنيا. ويوم الدين هو يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أي ألهمنا ووفقنا وارزقنا وأعطنا الصراط المستقيم، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وقيل المغضوب عليهم المشركون والضالون هم المنافقون، وقالوا غير ذلك. ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ومعناها اللهم استجب.